السلام عليكم. السلام. كم يتم عندك انت؟ ثلاث. قد اعمارهم؟ وهذا بالخامس. ايه. بالثالث. بالثالث. زين تعالي بس شنو مولوك ايجار؟ لا والله حلالي هذا. حلالي. تعرف ساعة الرعاية الاجتماعية؟ ها؟ ساعة الرعاية الاجتماعية؟ ايه عندي. انت سنتي مصرف جهالك وهاي مين؟ بس راتب الرعاية؟ بس راتب الرعاية. مؤسسات خيرية ما عندك؟ لا ما مسلمة. ست انت اصلا قلت اصلا مدرسة مدارس قريبة عليكم منها؟ ملابس هنا؟ مدارس مدارس قريبة عليكم منها؟ مدارس هنا قريبة صوب الشارع. انت شنو محتاجة؟ يعني محتاجة ثلاجة. ليش بيت ثلاجة؟ ها؟ ما عندك عاطلة. عاطلة. عاطلة ما اشتغلت؟ شو هذا البيت كم غرفة بيه؟ غرفة واحدة وصالة. غرفة هذا هاي صالة؟ ايه هاي الصالة. وهاي الغرفة؟ وهاي الغرفة. زين. والله ان شاء الله ان شاء الله يباعون حالتك ان شاء الله.